أصور لكم المركز الإيطالي المصري للترميم والآثار. دخلنا كده متوجهين على التكية، دي الجنينة وآدي باب التكية، هندخل بقى ونشوفها واحدة واحدة. ده مكان أرضي، أول مكان اتبنى باسم سنقر السعدي. هنا كان عصر مملوكي طبعا، كان هنا مكان وهنا نافورة، كان مكان المذاهب الأربعة للصلاة ومدرسة في نفس الوقت. المكان العالي اللي هناك ده المكان اللي كانوا بيصلوا فيه، وده برضو وده كان مكان للصلاة اتجاه القبلة، وهنا كان مكان النافورة اللي في النص أو الوضوء. في بقى غرف صغيرة زي كده، دي للطلبة كانوا بيتعلموا فيها. ايه بص، كل غرفة غرفة. ده موكيت للمكان بأكمله، بالمأذنة بالمسرح بكل حاجة فيه. القبة دي المكان اللي احنا فيه، اللي هو زي ما احنا قلنا الدور الأرضي ده اللي فيه النافورة، وفي ايه كانت مكان المدارس، وفوقيه المسرح. الغرف دي الناس اللي كانت بتتجهز فيها عشان يخاطر يخشوا ايه للفرق بقى، الفرق المسرحية كانوا بيخشوا يلبسوا ويتجهزوا فيه، كل الغرف دي. ودي المكان ايه اللي كانوا بيبقوا فيه. كل المهدوم ده اهو كان قصر الأمير يشبك، عصر مملوكي، وطبعا ده تحت الترميم دلوقتي حاليا. دي صور بقى للصوفيين لما جموا مصر هنا. بصوا ده المكان اللي فوق هنطلع فيه دلوقتي اللي هو المسرح. ادي المكان الارضي بالكامل. ندخل بقى اللي بعده اللي على اليمين ده. هنا ده أضرحة، واو على السقف. طبعا سنقر السعدي ده اللي بنى الغرفة دي عشان يدفن فيها صاحب المكان كله، لكن للأسف اتعزل من هنا وراح الشام وتوفى هناك. طبعا لما جم الصوفيين لقوا طبعا مدافن جاهزة، هم بعضهم يدفن على طول، أماكن جاهزة كلها. أشهرهم حسن صدعة، توفى هنا في المكان هنا، مدفون هنا كمان. هنا ده بقى المكان الأساسي للصلاة والتعليم. بصوا الجمال، في برضو ضريح هنا. هنا مكان آخر شيخ صوفي محمد درة، ده زي طبعا الصوفيين اهو، زي معروف. وده الكتاب، الكتاب المثنوي بيذكر كل حاجة عن الطرق الصوفية كلها. ده طبعا أشهر صوفي جلال الدين الرومي، أشهر صوفي حسن صدقة يبقى من تلاميذه. كده بقى طالعين الدور اللي هو اللي فوق، هنشوف المسرح. معنى التكية ايه بقى؟ التكية مكان كانوا بيجمعوا فيه الأرامل، مطلقات، أكل، شرب، كل حاجة بييجوا في التكية يتجمعوا كلهم، وليهم غرف وليهم كل حاجة. طبعا في تركيا هناك الصوفيين كانوا بيعتقدوا ان لو في مكان زي ده كده فوقيه مسرح وتحتيه نافورة، ده مكان يعني عرش ربنا، استغفر الله العظيم وقسم عظيم، يعني هما كانوا اعتقدهم كده. فاما جم ولقوا المكان كده افتكروا ان هو كده برضو. القبة هنا هما صنعوها، وبعد كده عملوا 12 عمود خشب حواليها عشان يبقى مسرح كده. بصوا بقى عملوا ايه هنا كمان، فوق كل عمود، فوق كل عمود، بصوا انا هقرب لكم كده، فوق كل عمود في ايه 12 اسم من الشيوخ الشيعية فوق كل عمود اهو. شايفين علي، شايفين اسامي محمد اهو، كل الاسامي، وهي على شكل دائري كلها. في كمان ابواب اهي، 8 ابواب، بمعناها عندهم يعني في اعتقادهم 8 ابواب للجنة. وفوق كده فوق عند القبة دي الشمس اللي في النص، ده اعتقادهم برضو.
هما بيرسموا اكن دي الجنه، ودي الطيور، ودي السماء بلونها ازرق، وابواب الجنه، والشجر برضو اللي حوالين القبه ده بيدل على الخير عندهم، ده في السماء برضو. هنا فوق بيقعدوا العازفين، وفي القبه هنا من النص بيقعدوا الساده الشيوخ يلقوا طبعا على المسرح الاغاني، والجمهور حواليهم في المكان كده حواليهم كلهم. وبرضو بقية فوق اهو هنا بيبقى برضو باقي الجمهور. في سلالم اهي هناك احنا هنطلع فيها دلوقتي، عايزين نطلع للغرف دي، غرف السيدات كانت بتطل منها زي المشربيه كده بالظبط. نطلع ونشوف. طلعنا غرفة السيدات وليها باب مخصوص من بره عشان ما تخشش من الباب اللي ايه مكانه تحت الرجاله. اهو كانوا بيبصوا كده على المسرح. المشربية بتاعت زمان دي. نازلين تاني بقى نشوف الباقي. العصر العثماني وتحت كان العصر المملوكي. نخرج ونشوف الباقي. كده خرجنا خلاص من التكية. ده الباب اللي هناك ده، دي المأذنة من فوق اهي. ده المأذنة من بره. هنقول باي كده للتكية المولوية.